ده الاعلام اللي بيجامل محمد الامين اللي مش عضو في النقابه ولميس الحديد اللي مش عضو في النقابه انا ما اعرفوش. وعشان كده مجلس اداره في غيباتي خد قرار امبارح في المقاطعه النهائيه. بس قلت طب وذنب الراجل ده ايه؟ ملوش ذنب. النهارده هنبدا وهنشوف تل والحياه لن تذيع مباريات الزمالك اللي احنا طرف فيها الا اذا اعتذر الاخ اللي اسمه ايهاب. مش هيبقى فيه مداخلات او ضيوف